كوتش اليوم المواهرم فيها منشآت كبيرة بالملعب بالمطار، هذا الشيء هذا مليح ليكم كمنتخب وطني، فخر لينا كجزائريين وفخر للمنتخب الوطني انه يكون عنده هذه الامكانيات ليستقبل الضيوف تاعو. الحمد لله احنا ديجا انا فرحانين كي كون عندنا هذا الملعب موجود. ان شاء الله احنا في شهر 9 ان شاء الله نكونوا موجودين، ان شاء الله نتمنى نكونوا موجودين بنلعبوا مع النيجر هنا في الملعب المواهرم.